طيب هذه القصه دعيني اروي لك اياها روايه سريعه اتفضل. حتى لا اعطيها فوق حجمها. هي اتفضل. هي مساله بسيطه جدا من انسان مظلوم ومعير في تاريخه وفي شعبه وفي كيانه. قال جورج بوش في احد لقاءاته او مؤتمراته الصحفيه: سنعود حينما سندخل الى العراق سيستقبلنا العراقيون بالورود. هذه الكلمه تحولت في لمحه عين وفي من القنوات الفضائيه وحراس البوابه الامريكيه والصهيونيه والماسونيه وحتى الماسونيه العربيه الى حاله صوره نمطيه في اللاوعي العام للكره الارضيه كلها، ان العراقيين استقبلوا الاحتلال بالورود. الان هذه الصوره تتذكرينها صح؟ ان العراقيين استقبلوا، لكن اتحدى اي انسان قال ان هنالك عراقي قدم ورده لامريكي. هذه القصه المتني كثيرا، فضلا عن الانتهاكات والقتل والذبح التي يرتكبها الاحتلال يوميا. فاردت ان تستقبله بدلا من الورود بالحذاء قصدك؟ شوفي، كنت ابحث عن طريقه مساويه بالقوه معاكسه بالاتجاه، ليعرف العالم ان الشعب العراقي شعب ابي، شعب مقاوم، شعب صامد، شعب صابر، لا يمكن ان يبدل دكتاتوريه بتدخل خارجي وباحتلال خارجي غاشم غربي. فوجدت هذه الفكره ضربه بالحذاء، فانا صورت فيديو لاربع خمس دقائق ولا زال موجود عندي في منزلي، وتركته وكتبت وصيتي بال 2004 او 2005 ما اذكر بالضبط. لك كتبت هذه حتى لا احسب على جهه معينه او تطالب جهه او تقول جهه بعد قتلي. ده الخطاب اللي تركته لاخوك؟ نعم، على شكل وصيه. وصيتي عند اخي والفيديو كاتب عليه تصريحي كنت احتفظ به في اغراضي، وكاتب في الوصيه اذا مت بطريقه غير كذا هنالك شريط كذا كذا. هذا الشريط اذكر به انه تحيه لشعبي وتحيه كذا وانا ساقوم بهذا الامر. يعني كنت مخطط وناوي. نعم. مش موقف لحظي. لا لا مش لا موقف لا. انفعالي وانت موجود في المؤتمر. لا كنت أطالب. انت رايح عارف انت هتعمل ايه؟ انا رايح للموت. انا رايح حتى اقول للعالم انني فرد يمثل شعب كامل، شعب يأبى الضيم، يرفض الاحتلال، يرفض الخنوع الى اخره. فتركت هذا الفيديو وما زال موجود عند هذا الشريط. وكتبت ايه في وصيتك؟ يعني انا كنت املك بعض ملاليم مثل ما يقولون المصريين، فقلت يعني بالوصيه انه هذا لاخواتي واخواني بالتساوي وكذا، وجزء من عنده يروح للايتام والارامل. والحمد لله. ورحت. لا كنت اطارد جورج بوش 2005 2006 2007 ياتي الى العراق، لا استطيع ان انك تبقى موجود في مؤتمراته الصحفيه. ان احظى به احاول قدر المستطاع، ولكن الله سبحانه وتعالى اخيرا مكنني من مشاهدته وتعريفه من هو الشعب العراقي. احكي لي بقى اللحظة دي. لحظة ايه؟ اللحظة